السيد الرئيس، النص المقترح من جانب الدول العربية والإسلامية في الـ25 هو نص إنساني، وهو يسعى لتحقيق 3 مسائل بسيطة. أولا، وقف القتال ووقف إطلاق النار. ثانيا، توفير الإغاثة الإنسانية الطارئة للمحاصرين في غزة. وثالثا، منع المزيد من الترحيل لأكثر من 2 مليون في غزة محاصرين بين القصف الإسرائيلي والدبابات الإسرائيلية. السيد الرئيس،